فبالبركه والله يعطيكم العافيه. صبحك الله بالنور وسعيد، وصبح عليك وعلى الساده المشاهدين والقبات الكبار اللي معاكم، وانتم مبروكين، مبروك الشعب الكويتي هذه البطوله البسيطه والمباراتين اللي هي عوده الاولمبي. كل الشكر لكم صراحه، تغطيه اعلام متابع، انا يمكن الفتره الاخيره الاعلام كان الصبر موجود من جميع وسائل الاعلام على المنتخب الاولمبي. نعم ابو علي، في سؤال احد الاخوان تو داز لنا، ان الاعمار هل تؤهل اللاعبين ان شاء الله، اذا ان شاء الله الله كتب لنا ووفقنا ان تاهلنا لاولمبياد طوكيو، كلهم راح يكونوا موجودين؟ اي نعم، الاعمار عندي مواليد 97 اكبر شيء، 98 96 2000، الافرج مالهم الحين 21 سنه. البطوله راح تكون كاس اسيا بتايلند 2020، تتكلم اعمارهم راح تكون 23 سنه هذا الفريق. والتصفيات متى حسين اللي بالكويت؟ تصفيات شهر 3 2019. 2000 حلو حلو هذا الجاي. طيب ابو علي، شنو الخطه القادمه الان؟ هذا المنتخب محتاج الى اهتمام، الى احتكاك، الى رعايه، الى دعم، شنو الخطه القادمه؟ انا قبل الخطه بس اول شيء احب ابارك واشكر حق رئيس الاتحاد الكويتي واعضاء مجلس اداره الاتحاد الكويتي والجهاز الاداري والفني والطبي والابطال اللاعبين صراحه، اللي بالفتره القصيره هذه من بعد الايغاف في بطوله عوده الاولمبي اليوم اختاروا اسمها صراحه من قبل شهرين او ثلاثه. اللاعبين نفسهم اختاروا عوده الاولمبي اسم البطوله، واشكر اللجنه الفنيه واشكر اعضاء الاتحاد اللي اتاحوا الفرصه للاعبين لاختيار الاسم، وشفنا اليوم كلنا يمكن ما نبي نضخم الموضوع، ما هو طموحنا، ولكن بدايه تبشر بالخير الحمد لله رب العالمين. اشكر اللاعبين اللي ما قصروا. بالنسبه حق الخطه بسعود، يمكن من شهر 7 بدينا فتره اولى داخل الكويت، الفتره الثانيه كانت ميونخ، الفتره الثالثه كانت ضد مباراتين عمان، والفتره الرابعه هذه اللي احنا نعتبرها مرحله اعداد استفدنا منها استفاده كبيره في وجود منتخبين توهم رادين يمكن من جاكرتا ومشاركات واستغرام عندهم، فريقين محترمين، قدرنا ان احنا ناخذ المكسب وناخذ الفائده بغض النظر عن البطوله والفوز اليوم المعنوي الكبير للاعبين. قايل حق اللاعبين يشيلونك ها؟ عشان عارفين الخطه ها؟ عشان البوكيت مالي ابو علي ها؟ والله ابو علي ما نقدر عليك، لازم اواجهك من ورا التليفون ما اقدر. وفقين وفقين يا ابو علي. اجمعين يا ابو علي. نعم حسين، يعني احنا هذه يعني مناشده انا من ناحيتي، بس ما ادري الاخوان هل يأيدوني فيها ولا. الان دور عليك انت كمدير منتخب ان ترفع طلب صراحه الى اخونا علي الديحاني، هذا اقتراح مني انا، وما ادري اذا بتناقشونه كيفك انت مع الاخوان، والاخوان بناقشهم فيه. ان يعني يكون في طلب، بما ان الاخ علي الديحاني والاخ احمد عجب اعضاء في الاتحاد يقدمون اقتراح ابتداء من شهر يناير الغاء موضوع الخمس محترفين، حتى تكون في فرصه للاعبين المنتخب الاولمبي ان يشاركون مع فرقهم بالفريق الاول صراحه. مسعود تاكد انت رئيس اللجنه الفنيه علي الديحاني بفواز امسي عليه، واحمد اخوي احمد عجب امسي عليه، صدقني اكثر اثنين انا من مسكت المنتخب الاولمبي اكثر اثنين حريصين على المنتخبات كلها وبالتحديد المنتخب الاولمبي، يعني كل قرار ياخذونه يحسبون حساب المنتخب الاولمبي، واللي وصلنا له للحين ما اقول لك شيء كثير، بعد قدامنا وايد اشياء، يبي لنا صبر صدقني، يبي لنا شغل، ولكن كل شيء حاطين له خطه. موضوع يمكن الخمس محترفين صح انا اتفق معاك، ممكن مو من صالح لاعبين المنتخب الاولمبي عدم مشاركتهم او ما لهم فرصه يشاركون، ولكن الغاء في شهر يناير اعتقد صعبه، لان انت الانديه عندها عقود مع محترفين مع لاعبين، العقود فانت لازم تنظر للسلبيات والايجابيات. نعم ففي قرارات طبعا هذه راجعه حق الاتحاد الكويتي ومجلس اداره، احنا طيب. ما نقدر ندخل فيها صراحه. طيب العقود مشكله. عموما كلمه اخيره تحب تقولها ابو علي؟ والله كلمة أخيرة، أنا قلت لك مرة ثانية أشكر كل من دعمنا وأشكر كل من وقف معانا في قبل شهر قبل شهرين، أنا متابع الكل واقف مع المنتخب الأولمبي وصبور في الشارع الرياضي
متفهم، مدرب جديد 3 سنوات ما في منتخب، ما في مشاركات، ما في احتكاك. فاللي وصلنا له صدقني بدعم جميع الكويتيين وجميع وسائل الاعلام وجميع الرياضيين، اشكرهم واتمنى الدعم منهم حق ابنائهم اللاعبين منتخب لاعبين المنتخب الاولمبي. وشكرا يعني شكر خاص لكم انتم ايضا. لا شكرا لك. بس في سؤال من اخونا محمد العدواني حاب يسالك ابو علي سؤال. ابو علي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. قد لك قد لك والف مبروك ان شاء الله. حبيب مبروك لكم الله يخليك. ابو علي تفضلت من ساعة قلت ان التصفيات راح تكون في شهر 3. اي نعم. اغلب لاعبينك اللي عندهم كليه وعندهم دراسه، ايش راح تسوي بالموضوع هذا؟ تفرج بالكويت. شوف هذه انا اقول لك هذه الامور انت نقطه مهمه ذكرتها، هذه الامور عانيناها بالعشر ايام اللي طافت هذه. ما عندي يوم اكتمل ريوق او غداء او تمرين صباحي بسبب الكليات والجامعات. وشهر 11 عندي بطوله في دبي ايضا راح اواجه المشكله، وشهر 1 عندي خطه هم بطوله في قطر. فهذه المشاكل قاعد تواجهنا ككليات وكمدارس. شهر 3 راح نكون بالكويت، راح نحاول كثر ما نقدر ان احنا نوفر جميع سبل الراحه للاعبين، شلون نقدر احنا نخدمهم، وان شاء الله في دكاتره يتعاونون معانا مثل ما تعاونوا معانا الحين. في ناس ما قصروا ومن ضمنهم الغالي بسعود عبد العزيز عطيه، انا كلمته قبل اسبوع وما قصر، كلم اخوه دكتور حسن عطيه وما قصر معانا صراحه، كان في طلاب عنده قال بالعكس منتخب الكويت هذه شهاده لازم اذكرها صراحه، وسامحني يا ابو سعود نسيت اذكرها وحين فتح الموضوع. لا واجب يا ابو علي، انا ما كنت اتمنى تذكر الامر لان هذا واجبنا يعني. هذا لا هذا حق واجب حق اخوك وحق دكاتره وايد، يمكن ما ابي اتكلم عنهم كلهم اني راح اقصر، يمكن ما راح اذكر احد ولا انساه، كلهم ما قصروا معانا ومتعاونين ومتفاهمين. قاعد اقول لك ونتمنى ان شاء الله نطالب انه يكون في دعم اكثر وفي تعاون اكثر حق هالفريق هذا اللي كل شافه اليوم انه خسران 2-0 يرجع 4-2، هذا شيء كبير وشيء يدرس وشيء يعني يعطيك انطباع حق المستقبل باذن الله. حسين ما دام ذكرت هالنقطه بس خليني اذكر معلومه، ما دام انت ذكرت هالشيء عشان اوري المشاهد، يمكن هالامور ترى خافيه عنا واسمح لي اقولها هم على الهواء. ترى يا اخوان حسين فاضل ترى يعني هذا مو دور الاداري، ترى هو اللي متصل فيني وراح حق اخوي حسن الهيئه ويروح حق دكتور بالجامعه ويروح حق تكفى عطى تفرغ وعطى لا يعني هذا مو دور ترى يا جماعه. علي لا الحين ما شفت شيء ابو علي، لا ما شفت شيء. تفتر على الجامعات، لا الحين تفتر على الجامعات وتفتر على المعاهد وتفتر على الدكاتره وتترجاهم، ما شاف شيء. لا احنا لو ايش نسوي مقصرين من حق الكويت صدقني، هذا كله واجب. لا زين شغلك جزاك الله خير. الله يعطيك العافيه. راح نخاطب ابو علي. ابو علي شوف تستاهل اكثر. ابو علي شهر 3 انا على ثقه اذا كان هناك مثلا دوره تنظم في الكويت الاخوان في الهيئه ولا في الجامعه ممثلا في وزير التربيه الدكتور حامد العازمي ما راح يقصرون، لان هذول عيال الكويت يمثلون الكويت، ونفس ما انت يهمك يرفعون اسم الكويت هم بعد الاخوان كذلك الدكاتره. انا لمس تعاون كبير للامانه، مو مقصر اخوي الدكتور حسين المشيمي في كثير من امور تخص الطلبه في السابق، احنا طلبناها منه يمكن بالاتحاد للامانه صحيح. حتى الدكتور حسن، الدكتور عبد الغصاب، الدكتور عباد الدوسري، كل الاخوان بدر العتيبي، كلهم والنعم فيهم والله سباقين لاي مصلحه تهم الكويت. حسين اي نعم صحيح. حسين مبروك. الله يبارك. خلينا نطلع برا المنتخب شوي، وين تمرنت اول يوم قبل لا تروح القادسيه؟ اي نادي تمرنت تحت ايد اي مدرب؟ اكفى فكني ابو محمد الله يرحمه. لا قول الصدق، شنو فكني على الهوى؟ قول على الهوى. قايلها 20 مره يمكن. انزين شنو؟ تبيها حصري يعني؟ اي نبيها هني. الله يسامحه. لا والله اقول والله يعطي الف عافيه ابو سعاداته والله. يستاهل يستاهل يستاهل. مشكور الله يوفقك. وتحياتنا لوالدك الكريم وسلام خاص له. ابو صباح يقول وين تمرن؟ تمرن بالعربي اول يوم وانحاش بسبه ابو علي، يقول جيت مدرب عصبي يزف زف ما قعد بالنادي. شكرا لي.